تعالوا بقى نتكلم او نبدا كلامنا عن لقاء الامس. يعني من زاويه معينه ممكن نقول ان النهايه، يعني نهايه اللقاء ما كانتش عادله، لكن ده ما منعش ان ناس كتير من الاهلاويه والزملكاويه على فكره يشوفوا ان الى حد كبير التعادل في لقاء الامس كان عادل ما بين الفريقين. صحيح طبعا، يعني كنا نقدر ان احنا نخلص الامور من بدري من الشوط الاول اللي سيطرنا عليه سيطره شبه كامله لعب ونتيجه، وطبعا هدف مبكر جدا سجله محمد شريف. مفيش اي مبرر ان انت ما تسجلش هدف تاني يعقبه هدف تالت طالما كانت الامور على ما هي عليه في الشوط الاول قبل ما فريق طبعا الزمالك يعني يعود للقاء مره تانيه مع بدايات الشوط التاني. كان ممكن جدا نحسم الامور يعني من اولها، فرصة ما بتتعوضش أو ما بتحصلش كتير، كنا لازم نستغل هذا الوضع اللي كان عليه فريق الزمالك ونجيب بدل الهدف هدفين قبل ما الأمور تبتدي تهرب مننا. ويعني إيه يعني ويعني زملكاوية يعملوا ريمونتادا لطيفة جدا وإحنا بالعافية نلحقهم في الدقائق الأخيرة من المباراة وندرك التعادل. الحقيقة يعني كلام كتير جدا لازم يتقال على هذا الأمر، وطبعا الهدف اللي انقذنا من خلاله صلاح محسن هو اللي خلانا في نهايه المطاف ان احنا نتعادل بعد ما كنا في وضع يسمح لنا ان احنا كنا نهني بعض مع نهايه هذا اللقاء. لكن هنرجع ونقول اكيد في دروس مستفاده، وليه بنقول دروس؟ لان جمهور النادي الاهلي الى حد كبير معظمهم مش مبسوط من نتيجه هذا اللقاء ومش مبسوطين بالتعادل باي حال من الاحوال. الاهلاويه مستنيين كانوا اكتر من كده بكتير وشايفين ان التعادل بالنسبه لهم اقل وصف ليه انه ما كانش مرضي. بص هو ما كانش مرضي، وامبارح استاذ ابراهيم المنيسي برضو عجبني قوي، كان في البرنامج بتاعه على اليوتيوب كنت بتابع شويه كريم، بيقول لك كانت مباراه نص نعمه يعني تعادلنا بس الحمد لله. والله صح، ممكن جدا تبقى نص نعمة، بس احنا ما بنرضاش بالنص نعمة. يعني القصة كلها ان انت امبارح كان عندك عناصرك كلها موجودة تقريبا، وبغض النظر عن الاجهاد البدني، ما طبعا ده شيء متكرر في كل مباراة وهيبقى متكرر في المباريات اللي جاية لان دي حاجة خارجة عن ارادتنا، ولكن انت ما كنتش فعلا بادائك موجود خالص في الشوط الثاني. وبعدين فكرة هنا اللمسة الاخيرة، هو احنا ليه لسه ما زال عندنا مشكلة في اللمسات الاخيرة كريم؟ يعني انت ممكن تكون بتعمل استحواذ رائع جدا وبتروح على الجول كويس جدا معدلات حلوه جدا، ولكن انت اللمسه الاخيره بتاعتك لا تكتمل فبتضيع كل حاجه. وانت كجماهير امبارح معلش اسمحوا لي اتكلم على الجماهير بقى وهستفيد شويه، لان كان امبارح حاجه محترمه قوي وبصراحه من الجانبين، بس انا هتكلم عن الجماهير النادي الاهلي اللي يعنوني. حاجه كانت جميله، حتى لما جبنا الجون الثاني وتعادلنا كله كان بيقول لك كمل ما تفرحش خلاص عدي، ده ما فيش مجال دلوقتي ان انت تضيع اي ثانيه، خش واكسب. فالجماهير كانت اكثر من رائعه امبارح. بصوا حضراتكم المشهد جميل ازاي، ده احنا كنا في التلفزيون سامعين هتافات النادي الاهلي او هتافات جماهير النادي الاهلي، هي اللي كانت ظاهره، هي اللي كانت بترج الملعب امبارح. كان يعني بجد خلاص، يعني عداها العيب، الجماهير عداها العيب امبارح، عملت كل حاجه متطلبه عشان تقدر ان هي تؤازر هذا الفريق اللي احنا كلنا بنعشقه. ولكن امبارح ما كانش الافضل، خلينا نبقى نقول امبارح ما كانش الاداء الافضل بصراحه. يا جماعه احنا احسن من كده بكتير، والماتش كان بيقول لك اكسبني، يعني الزمالك كان في الشوط الاول بيقول لك اكسبني. فعلى كل حال على كل حال مش معنى ان احنا بنتكلم بهذا الشكل ان احنا محبطين، ولكن احنا بنبقى غيورين برضو في فرق، لان انت لما تشوف حد يعني مقامه كبير قوي ومش جاي منه اللي انت بترجوه، او يعني مش هقول خذلك ابدا، ولكن هقول ان هو يعني ما اداش الاداء اللي انت كنت متوقعه منه، بتزعل. فاحنا زعلانين مش اكتر من كده. انا امبارح عايزه اقول لك عندي اصحابي كتير زملكاويه وكانوا بيقولوا طب الحمد لله وبيبعتوا على الجروب مبروك وبتاع، قلت لهم لا، قالوا لي ايه يا جماعه وصفوا، قلت لهم لا، عشان احنا مش متعودين كاهلاويه ان احنا نتعادل، مش متعودين ان احنا نخرج من المباراه نقول الحمد لله على قد كده. يعني ممكن هم كانوا فرحانين احنا لا. فمعلش مع احترامي الشديد طبعا، يعني على كل حال دي وجهة نظري. يعني التعادل اوكي كان بالنسبه لممكن الزمالك عادل، او طبعا في ناس على فكره برضو من الزملكاويه ما كانش عاجبهم هذا التعادل. يعني انا شفت برضو بعض التعليقات على تويتر من يعني الزملكاويه كان بيقول لك واحنا امتى هنكسب الاهلي يا جماعه، وده سؤال منطقي برضو، يعني ده سؤال منطقي، من حقهم ان هم يطمحوا بهذا الامر، واحنا من حقنا ان احنا نكرر انتصاراتنا اللي احنا متعودينها.